باش نجيك من الاخر 50 درهم 100 درهم قاده قاده بلا ما تبقاش كي علاش قول لي ما كايناش الفلوس خاصها الفلوس 50 درهم 100 درهم قاده منين غادي تجيبها بغيت نقول لك وانت ما عندكش راس المال الا ما عندكش راس المال هاد الهضره هادي كتخصك وكتشكى علينا ما كاينش ناري وكتفرج فيا عندك الانترنت سديت لك الفم عندك الانترنت كتشوف هاد الفيديو هذا خصك تمشي العام ونص على حقاش الاقتصاد تقلب وانت خصك تقلب حتى الاقتصاد راه تقلبها معلم ولا حاليا الفريلانسرز هما الناس مشاو يخدموا من ديورهم ياك مشاو يخدموا من ديورهم دوك اللي كانوا خدامين في الشركات والخدمه غاده يعني هذا الشيء كيوجد لواحد الفيوتشر اخر هذاك الفيوتشر اللي خاصك تكون واجد ليه يعني خاصك تصوفي معلم في هاد الظرفيات يعني بلا ما تبقى تسنى الشركات يحلوا الخدمه ترجع وتمشي تدفع السيفي لانه ما تخدمش لان في الدولار ديالو في نص ساعه 50 درهم تقول لي قليله راك انت مضافكر على حقيتاش حاليا ما كايناش شي حاجه قليله الا لقيت شي دولار مليوح في الارض نزل ليه السو الا لقيتي ريال ريال سنت مليوح في الارض نزل ليه السو دابا ما كاينش حاجه قليله وخليني نزحمو باش تدخل 100 درهم ديالك خلينا ندوي في 100 درهم الملايين وداكشي نساه حتى دير بعدا 100 درهم وندوي في شي حاجه اخرى الا ما درتش 100 درهم غادي دير حتى حاجه في حياتك وما غاديش تفرو بعدا جي ندوي في 100 درهم اخوان بزاف ديال الاخوان ما باغيش يستوعب الحقيقه ديال كورونا وتيصحابوا راه 20 ابريل راه المشكله دي تسالي في العالم كامل والاقتصاد غادي يرجع والعالم غادي يرجع يخدم وما طرد شوف 20 ابريل راك ما تجيش تقهوى ما تخرجش تقهوى اجيك بقى العالم هو عارف الاخوان الناس ما كتعجبهمش هاد الهضره هادي وما ما تعجبهمش خونا اللي يطلع لهم يقول لهم 20 ابريل حتى حاجه ما تبدلوا بالعكس هاد الامور غادي تزيد تسوء ويروج دراسك بغاو اللي يطلع يكذب عليهم يقول لهم 20 ابريل الشركه ترجع تخدم والدنيا دي تزيان تمنيت على خاطر نقول لك هاد الهضره هادي ونخرجت انا من هاد السجن هذا اللي جلست فيه يوميا راه طلعت لي هاد الحاجه دي في صحتي ديال سد عليا ولكن للاسف راه حنا كاملين مورطين ولكن في هاد الفتره هادي ممكن تستغلها وترجع لك بالنفع وغادي تستافد من هاد الفتره هادي وبالعكس هاد الفتره هادي راه فرصه عندك الوقت باش تقرا الخدمه واقفه مضطر انك توقف يعني هذه هي الفتره اللي بغيتي تبدا شي حاجه جديده وهذه هي الفتره فين خصك تبدا شي حاجه جديده ولا ما عندكش الفلوس كتشكى علينا الا كنتي كتشكى علينا الشر الجاي صافي هادي ساليو ليا الفلوس هذه هي الفتره هذه هي الفتره باش تمشي تخدم في الانترنيت وتدبر على حقيقه حاليا حنا محتاجين شي حاجه الرفاهيه محتاجين ما ناكلو ونشربو حتى يدوز هادشي يعني معلم باش نجيك من الاخر 50 درهم 100 درهم قاده قاده بلا ما تبقاش كي علاش قول لي ما كايناش الفلوس خاصها الفلوس 50 درهم 100 درهم قاده منين غادي تجيبها الناس كيبانوا لي في فايفر انا حاضي 70000 كونت تيبانوا لي الخوت خدامين وضاربين فليسات غادي تدخل فايفر غادي تعس عليهم تما واحد الخمس ايام غادي تشوف الخوت شنو كيخدموا يبان لك صحاب اللوغوات اللي كيقادوا اللوغوات عندهم مع شويه الديزاين ها اللي كيترجموا من الفرنسي للعربيه العربيه للفرنسي لونجلي العربيه العربيه لونجلي اولا الطاليانيه اولا الروسيه هل كيعلم اللغه العربيه للناس فايفر كيتصلوا بيه وكيعلمهم اللغه العربيه مقابل 50 درهم من الساعه غادي تحس على 70000 حاجه وغادي تشوف شنو ممكن دير حتى انت تقدموا تمايا وتولي تدخل حتى انت شي بركه في هذه الظرفيه هذه عندك مع اللغه كتصدع لنا راسنا انا عندي مع العربيه هذه الفرصه غادي دير راسك معلم ديال العربيه تبدا تعلم الناس العربيه وتبدا دير الترجمه من الفرنسي للعربيه ومن لونجلي للعربيه المهم خاصك تلقى شي حاجه خاص تخدمها باش تصوف هاد السعادة المهم الاخ واحد الهضره ما يقدروش يقولوها لك انا نقولها لك تابعنا واحد 6 اشهر جعاف وهذا هو المينيموم الا صدقات 6 شهور يعني انت كون واجد يعني الا ريحتي وزديتي عليك وجلستي كتعلم وبديتي الخدمه من هنا شهر غادي تصوفي ما تقولش لي التجاره الالكترونيه وكيفاش ندير المليار لان التجاره الالكترونيه خصها راس المال حنا دابا مفرقعانه ناشط علاش على حقاش خدام في الامريكان وامازون اف بي اي وشاري اسهم ديال امازون وفرحان ومتكي شتي الاسهم تاع امازون صارفين عليا ما نحتاج حتى شي حاجه اخرى كتسمع عاطل عن العمل فعلا راني عاطل عن العمل استوك محطوط في امازون خدام من الشركات كلش الموظفين مشاو لديورهم ستينا صافي مريحين تيفوت هادشي شوف والمينيموم راني قلتها لك واحد 6 اشهر جعاف علاش كنقول لك فايفر لان الا ما كانش عندك راس المال راه خاصك تمشي لفايفر تبدا بزيرو درهم تبدا تجمع تبدا تخدم تضرب تماره وتجمع اما تقول لي امازون اف بي اي وتانا نتكسل بحالك لا راه ما كايناش حنا حاطين شي 2 مليار السلعه باش تدخلنا واحد 30 40000 في الشهر ياس اكثر من 2 ديال المليون دولار السلعه محطوطه عند امازون يلا كتدخل لنا 30 40000 دولار ديال الربح ملي كنجيو كنحسبوا الربح يلا كنلقاو هذا الشيء وهذا راه قليل اللي يدير هذا الرقم هذا على خاصك واحد راس المال كبير عاد تمشي ترتاح يعني شنو خاصك تي خاصك تمشي تخدم اللي بغيت نقول لك وانت ما عندكش راس المال الا ما عندكش راس المال هاد الهضره هادي كتخصك وكتشكى علينا ما كاينش ناري وكتفرج فيا عندك الانترنت سديت لك الفم عندك الانترنت كتشوف هاد الفيديو هذا خصك تمشي تبدا شي خدمه في فايفر باش تصوفي لان 6 شهور ديال الجوع جاي ما حيتش كمعلم الجوع ما حيتنا الملك الموت كيدور ديال كورونا
هذاك هاني شوف الموت انا شخصيا الا جات الموت افيك بليزير، ولكن الخايب هو تبقى عايشه في هذه الحياه ومدلول ما لاقي حتى ما تاكل، هذاك هو الخايب. اما الموت الا جات كتموت راجل. هاد الهضره اللي قلت بحرا دابا ديال تعيش مدلول ما كتخص الناس الكبار في السن اللي ما عندهمش المهارات، هاد الهضره موجهه للشباب اللي قاري اللي عنده اللغه كيدوي على الاقل العربيه ولا فرونسي ولا اونغلي اللي كيعرف يدير شي حاجه في الانترنت موجهه له هاد الهضره. الا شي واحد من الجينيراسيون القديمه كيعاني حاليا ماديا وما لاقي ما ياكل، حنا هاد الجينيراسيون هادو خاصنا نعاونوه وخاصنا نوقفوا معاه. هاد الجينيراسيون اللي كنقول لهم تخدم وكتفرج فيا وعندك الانترنت خصك تخدم يا معلم وخصك تصوفي، لان 6 شهور جايه من 6 شهور عاوتاني الا تمشى 6 شهور عاوتاني الخوت يقول لك بعد 6 شهور غادي نخرجوا نتقهواو كما دايرين دابا 20 ابريل اش ما عمل، راه 6 شهور المينيموم وتخيل ما كاينين الاسوء واحد العام ونص على حقاش الاقتصاد تقلب وانت خاصك تقلب حتى انت. الاقتصاد راه تقلب يا معلم، ولا حاليا الفريلانسرز هما الناس مشاو يخدموا من ديورهم، ياك مشاو يخدموا من ديورهم دوك اللي كانوا خدامين في الشركات والخدمه غاد. يعني هذا الشيء كيوجد لواحد الفيوتشر اخر، هذاك الفيوتشر اللي خاصك تكون واجد ليه، يعني خاصك تصوفي يا معلم في هذه الظرفيات. يعني بلا ما تبقى تستنى الشركات يحلوا الخدمه ترجع وتمشي تدفع السيفي، لان ما تخدمش، لان في الاولى تخدموا السبوعه اللي كيطيروها في السماء، لان دابا حاليا 700 الف وظيفه تفقدت في المغرب. هادشي اللي مديكلاري في السينيسيس، اما اللي ما مديكلاريش الله اعلم. اخي يقدر ما تعجبكش هاد الهضره ولكن راه تقبلها، ما عندكش شي مهارات اللي واعرين اللي ملادي حل السوق عاوتاني غادي ترجع وغادي تفتارس وغادي تكون من دوك 1%، انت مش من دوك 1%. دونك بلاصتك كاينه من هنا واحد العامين تا يرجع السوق ولا 3 سنين ولا 4 سنين. الازمه اللي طرات في العالم ديال 2008 وسالت في 2009 مرجع السوق كي كان حتى الاخر ديال 2011 البدايه ديال 2012، وهذيك الازمه ديال 2008 ما كتساوي حتى 2% من هذه الازمه اللي كاينه دابا. هذه راه كارثه معلم وكون واجد. ماشي لقيتي الانترنت مطلوقه وكتفرج فيها وداك الشيء ودوز النهار وتنت تطلق فيديو في نتفليكس وداك الشيء، لا خاصك تمشي معلم هذه الايام تبقى حل فايفر 16 ساعه في النهار جالس مقابل شنو كيبيعوا الخوت تما وشنو مشي تما وشنو ممكن انت دير. كاين اللي كيعلم الناس العربيه، كاين اللي كيعلم الناس الفرنسي، وانت راك مؤهل باش دير هاد الخدمه هادي سيرتو كمغربي. على حق قداش راه ماشي كتعلم الفرنسي لشي واحد الطيار، راه كتعلم الفرنسي لشي خونا شينوي كتعلمو هي سالو سافا هذاك الشيء البدايات وكتضرب صريف. واللغه العربيه كتلقاك انك جلستي معاه خمسه ديال الكلمات في نص ساعه، على حق قداش انا كنعرف اخوان كيقراو اللغه العربيه تيجلس كيعلمو البرونسيشن يعني النطق وصافي، يعني تيجلس معاه في خمسه ديال الكلمات تيجلس معاه نص ساعه وتيضرب 50 درهم، تيضرب 5 دولار ديالو في نص ساعة 50 درهم. تقول لي قليلة؟ راك انت ما ضفاكر على حقيتاش حاليا ما كايناش شي حاجة قليلة. الا لقيت شي دولار مليوح في الارض نزل ليه هزو، الا لقيت شي ريال ريال سنت مليوح في الارض نزل ليه هزو، دابا ما كاينش حاجة قليلة. وخليني من ديك عزة النفس ديال انا عندي دكتوراه وانا عندي ماستر وجراو عليا وكذا، غادي تزيد تدل راسك. خصك هاد الساعة تنسى كاع داكشي تركز على اللي جاي، اللي جاي كيهرس كاع داكشي اللي بعد، غادي يبدا واحد العالم جديد، بادي اقتصاد جديد. العالم ما معلم تبدل في هاد الازمات، مشاو ديك الهضره ديال دوله القانون دوله الحق، راه طياره كتنزل في دوله متقدمه كتسرق، لان حاليا ولات اي دوله كتقلب تعتق راسها، ما كيهمها حتى شي واحد اخر، تيهمها راسها، كلشي دابا تيهمها راسو. شفتي المغرب اللي ما عمرو كان مهتم بالصناعه وديك اللعبه ديال الا بغينا ماسكات غادي نجيبوهم من الشين ونجيبوهم، ناض يصنع لراسو، علاش؟ ما لقى اللي يبيع عليه، اجهزه التنفس ناض المغرب كيصنع لراسو، ما لقاش اللي يبيع عليه، كل دوله كتضرب على راسها حاليا. يعني العالم كيتبدل، يعني عقليتك خاصها تتبدل، خاصها تولي واجده للعالم اللي كاين دابا والعالم اللي جاي من بعد، ماشي مربعي تيك وكتسنى الشركات يحلوا باش ترجع تخدم. ملي تحل السوق غتلقى 90% ديال الشركات داروا الافلاس، وديجا بداو كيديروا الافلاس من دابا. شحال من شركه دارت الافلاس وشحال من شركه في هذا الشهر هذا دير الافلاس ديال ابريل، وشحال من شركه واخا يرجع السوق ما تقدرش تستمر وغادي دير الافلاس. العالم معلم من ورا هذا الشيء تبدل، ما بقاش ذاك العالم القديم ولا واحد العالم جديد، وكون واجد. وهادي ما حد الوقت واقفه ديال فرصه باش تعلم واحد المهاره جديده اللي تبدا تدخل لك شويه الفلوس. راه كنطلبوا منك تعلمي شي مهاره بسيطه، راه ما كنطلبوش منك تعلم شي علوم نوويه ولا فيزيائيه، راه باقي كندوي معاك راه غير الناس باللغه العربيه ديالهم ومصوفين وكيدخلوا شي بركه. لا الا ما دخل فايفر وتفرج على عيني كتب ترانسليشن ترجمه من شي لغه لشي لغه، عربيك تو انجليش، انجليش تو عربيك، فرنش تو انجليش، كتب اي حاجه، كتب لوغو، شوف الناس اللي كيقادوا اللوغوات، كلشي خدام معلم، خاصك حتى انت تنوض تخدم وتصوفي. واهم حاجه غادي ديرها في داك فايفر هو الماركت ريسيرش، غتمشي تقلب شنو اللي مشي، شنو اللي مشي بزاف وشكون اللي كيدخلوا الفلوس بزاف، خاصك تعلم ديك المهاره اللي تيديروا بها دوك الناس الفلوس وتمشي تزاحمهم باش تدخل 100 درهم ديالك.
خلينا ندوي في 100 درهم الملايين وداكشي نساه حتى دير بعدا 100 درهم وندوي في شي حاجه اخرى. الا ما درتي 100 درهم غادي دير حتى حاجه في حياتك وما غاديش تفرو. بعدا اجي ندوي في 100 درهم 100 درهم باش تصوفو وتدوز هاد الفتره هادي باش ما تبقاش تشكي ما تبقاش تطلب ما تبقاش ترغب ما تبقاش تزاوك في الانترنت. دابا راه مازال شي قلوب رحيمه كاينه النعمه كاينه كدا راه غادي يبدا الشك كيدخل المواطن من ورا شهرين من ورا 6 شهور ما عرفناش راه شك اكثر وكل ما بنادم كيشك ما كيبقيش باغي يعطي يعني العطاء كينقص. عليك كنقول لك انت صوفي دخل 100 درهم ديالك 100 درهم ديالك راه تشري بها كاع داكشي 100 درهم ديالك في النهار تشري بها كاع داكشي اللي محتاج و100 درهم كثر من كافيه وتقدر حتى انت تصوفي بدل تكون سعاي وطلاب ملي تزير الوقت تولي حتى انت كتعاون هادشي اللي باغي منك. هاد الفتره راه زوينه الا عرفتي تستغلها الوقت كاين مابقاش تضيعو في الانترنت. عرفت شحال كنقرا ما عمري كنت كنقرا كما كنقرا دابا كنقرا بزاف تنتفرج في الافلام كناخذ راحتي الوقت كاين ما عمر كان العالم هاك. شحال هادي كنتي كتشكى كنقول لك تعلم هادي ما عنديش الوقت تعلم هادي ما كاينش تعلم هادي الخدمه ما خلاتنيش تعلم هادي كنخرج الريح في القهوه ما كنساليش ما بقى حتى حاجه. الا بغيتي تكذب على راسك حاليا عرف راسك راك لوزر تبقى دير هذيك الهضره المضافاكرز الموت ودابا الموت ونبقاو حنا كنخدموا نجرو من ورا الدراهم. راه الموت الا جاتك السطر رحمه تجيني الموت انا راه طوب في شي معزز مكرم خايب الصاد تعيش ما عندكش الدرهم وتعيش مدلول في هاد الحياه كي الكلب كي الكلب كطلب وترغب والو الحيله قليله وبنادم ما يعطيكش وتدل هذيك هي اللي خايبه تولي تبغي الموت وما تجيكش اصاحبي ما احسن الموت ولا الدل. الموت اخويا احسن من الدل. اخوان اعتذر كنت تعصب ما وحق الله الا تنبغي مصلحه بنادم يا علاش كنت تعصب. اما انا راني بخير من قبل مع البحار مصوفي باركتي كتدخل شي دوك الاسهم ديال امازون امازون ما يطيحش امازون انا علاش مانفيستي فيه عارف مولاه عارف مولاه عارف الفيجن ديال مولاه عارف بلي مولاه باغي يستحوذ على العالم عارف بلي مولاه باغي يركع العالم يردو كامل ديالو صوكي اجي انفيستيو مع خونا خونا ما كتوقفش على الخساره هنا ودابا راه الشركه بوك. يعني انا خبيت نقول لك انا ما محتاجش ندير كاع هاد الفيديوهات ما كندخل منهم حتى شي فلوس وعايش بعيد على المغرب بعيد بزاف بعيد بنص كره ارضيه هنا راه الدنيا بخير ولكن كنديروا هاد الفيديوهات هادو المغاربه الغيره ديال ما الغيره كيبان لك بنادم باقي عقل مو مسورت كتبغي تحلو ليه كتبغي كما شفتي العالم انت وسافرتي وشفتي دول اخرين والناس كيفاش صوفات راسها وكيفاش تقدمات كتبغي ترجع عندك بنادم اللي عقل مو مسورت كتبغي تحلي ليه داك القفل ديالو لعله وعسى يصوفي. انا لاخ كون جيت على المغرب وحق ربي ما ندير شي فيديو بالله على ديك الثقافه الزوينه اللي تعلمت تما. انا ملي سافرت لامريكا عاد عرفت راه كاين واحد الحاجه سميتها واحد البارطاج وملي جيت لدول اسيا عاد عرفت الاتحاد. اما المغرب تعلمت تضرب على راسك وسمح لي المغرب اش كتعلم تضرب على راسك تضرب على كبالتك وهادشي كنشوفو يوميا كيجي بنادم تقول لي دابا انت علاش باغي لنا الخير لان انت ما تفكر بحالك ملي كنت عايش تما وكبرت تما كنت حمار كبر في ديك الثقافه ديال نضرب على راسي ولكن ملي مشيت ليه لقيت الناس هاربين. يعني انا خبيت نقول لك انا ما محتاجش ندير كاع هاد الفيديوهات ما كندخل منهم حتى شي فلوس وعايش بعيد على المغرب بعيد بزاف بعيد بنص كره ارضيه هنا راه الدنيا بخير ولكن كنديروا هاد الفيديوهات هادو المغاربه الغيره ديال ما الغيره كيبان لك بنادم باقي عقل مو مسورت كتبغي تحلو ليه كتبغي كما شفتي العالم انت وسافرتي وشفتي دول اخرين والناس كيفاش صوفات راسها وكيفاش تقدمات كتبغي ترجع عندك بنادم اللي عقل مو مسورت كتبغي تحلي ليه داك القفل ديالو لعله وعسى يصوفي. انا لاخ كون جيت على المغرب وحق ربي ما ندير شي فيديو بالله على ديك الثقافه الزوينه اللي تعلمت تما. انا ملي سافرت لامريكا عاد عرفت راه كاين واحد الحاجه سميتها واحد البارطاج وملي جيت لدول اسيا عاد عرفت الاتحاد. اما المغرب تعلمت تضرب على راسك وسمح لي المغرب اش كتعلم تضرب على راسك تضرب على كبالتك وهادشي كنشوفو يوميا كيجي بنادم تقول لي دابا انت علاش باغي لنا الخير لان انت ما تفكر بحالك ملي كنت عايش تما وكبرت تما كنت حمار كبر في ديك الثقافه ديال نضرب على راسي ولكن ملي مشيت ليه لقيت الناس هاربين. ملي جيت لدول اسيا كاملين باش لقيتهم هاربين هاربين بالاتحاد وكيفكروا للجماعه ماشي بحالنا حنا المغاربه في الاخر الصف وحاسبين راسنا قافزين حنا بحال الفرنسيين اللي مورطين امهم دابا اكبر ورطه باش ضرب على راسك ضرب عليك كبالتك. كون ما جيتش هنا ما نفكرش نانفيستي في شي شركه بحال يوكان اللي كتفكر للجماعه ما نانفيستيش فيها خويا انا داخلين فلوس مشينا على امه الجماعه اش بغيت انا ندير بشي جماعه تا يربحوا وعاد ربحوا حنا وشحال غادي يربحوا الناس وخاص الناس يخدموا ويربحوا لا والشركه كتربح من بعد خاص حتى الناس يربحوا والناس يربحوا عاد الشركه تربح والشركه كتربح ملي كتخلي الناس يربحوا كل ما الناس كيزيدوا يربحوا عاد الشركه كتربح. هذا فكر اسيوي ماشي فكر مغربي. المغربي هو انا خصني نربح وشتف لي على موت بنادم نقول لي رجع الله
فكر ديال انا ومن بعد الطوفان. هاد الشخ انا اللي تعلمت ملي كنت صغير، ضرب عليك بالك ضرب على راسك تجا في راسك ما سوقش اخويا تفوتني رانا وتجيب من اللي بغات. شكون اللي شكون اللي علمني هاد الجمل هاد؟ انا مغربي الحمد لله، زاديت وكبرت في المغرب، تعلمتهم تما. اخوان مشيت نتفرج في واحد الفيلم، اسمحوا لي طولت في هاد الستوريات هادو، هادشي اللي كيخليني نديروا ديك الحركه. كنقولوا من هنا واحد 10 سنين نكونوا حتى حنا دوله نفتخروا بها، داك المغرب يولي دوله كان ممكن نفتخروا بها. اما حاليا اسمح لي وصبر حتى كنت غادي نزيد هاد الستوريه قلت الدوله. انا ما كنقصدش بالدوله كدوله حكومه، كنقصد ان المواطن عيان، الماده الخام داك المواطن باش نطلعوا الدوله كحيان وميت، خاصنا عاد نبدلوا ليه العقليه اللي تطلب داكشي الوقت وحنا خدامين. بلا ما تقول لي لا راه الحكومه اصلا عيانه، الحقيقه ملي تكون انت عيان والشعب عيان تيطلع حكومه عيانه، لان الماده الخام عيانه كتختار العيان والعيا كيمشي حتى الاخر. راه ماشي كل كان عندنا بنادم واعر غادي تكون حتى هي واعره، ولكن راه